وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق وذلك بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني وفي كلمته أكد الرئيس السيسي أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها إنه من دواعي فخري واعتزازي أن أتوجه لكم ومن خلالكم إلى الشعب الصيني الصديق كل التهاني بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني ذلك الصرح السياسي العظيم الذي قاد الصين بنجاح فأمن له الاستقلال التام وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949 ثم قادها وما يزال إلى يومنا هذا بسياسه حكيمه استطاعت ان تحقق المعجزه الاقتصاديه الصينيه التي دفعت بالصين الى مصاف الدول الكبرى كقوه دوليه تعكس عظمه الحضاره الصينيه وتستلهم من تاريخها قوه دافعه للحداثه حيث اصبحت التجربه الصينيه تمثل قصه نجاح يسعى كثيرون الى دراستها والاستفاده منها